بغداد كذلك كتخلقوا شي ارقام غريبه. اليوم كتكلموا على 18 مليون ديال المواطنين كانوا كيستافدوا من الغاميد. حنا نهار اللي بدينا في الاول ديسمبر 1 ديسمبر 2022 يعني سنه من بعد ما دخلنا الحكومه بدينا البرنامج، قلنا لهم الله يخليكم اعطيونا لا باز دو دوني شكون هاد الناس اللي كيستافدوا من الغاميد. جمعوا كل شيء اللي عندهم، الناس اللي كانوا كيخدموا في الغاميد جمعوا كل شيء اللي عندهم، وعطانا 4 مليون ديال الاسر، 10 ديال المليون ديال الناس. قبضنا هذا 4 مليون اللي كاينين اليوم كيستافدوا، وتحطوا في النظام الجديد ديال لايمو يعني التضامن. وقلنا ما غاديش نشوفوا دابا شكون اللي يستحق وشكون اللي ما يستحقش، خلي الوقت، غناخذوا عام لان كاين واحد المده الصلاحيه. الناس حتى الغاميد كان كل بلي كتسالي وقته خصك تجي باش تعاود تطلب اعاده الصلاحيه. قلنا بلي غادي تجي اعاده الصلاحيه حنا في ديسمبر، قلنا غادي يجي في جوان ولا في جويلية اللي غادي يجي من بعد. ديك الساعه ما غاديش يطلب الغاميد، غيطلب لايمو وغادي يدوز على النظام ديال الريسو. واليوم حنا يعني تقريبا فوق بعد المليون. هي هو فعلا كاين بعض الناس اللي مشاو، وكاين بعض الناس 4 مليون اسره، حنا فوق بعد المليون ديال الاسره، ايضا اكثر من 10 مليون ديال النسمه. وكاين الناس اللي يستحقوا هما بقاو، الاغلبيه ديالهم الاغلبيه الساحقه. وكاين الناس اللي يمكن كانوا فالتين في لو سيستيم، عنده الطوموبيل، عنده الاراضي، عنده هذا، ولكن كان عامل هذاك لافونتاج اللي ما عندوش فيه الحق، هذاك كيخرج. وكانوا الناس اللي على برا واللي يستحقوا وما عارفينش كيفاش يديروا باش يدخلوا، خصو يمشي ويتقيد في واحد المنطقه، انا اليوم كيدخلها في الانترنت وكيتقيد، ما عنده حتى علاقه مع الناس. ودونك هذا الشيء بالنسبه لنا هو جد ايجابي، فما دونا الا الباسكولمون يعني ديال الناس اللي كانت عندهم، دوزناهم في لو نوفو سيستيم. ما تقولوش لنا 18، حنا ما الى الاخوه اللي كيقولوا لنا 18 قولوا لنا هذيك 8 مليون كي كنتوا كتخدموا معاها من بعد، حنا ما لقيناهاش. لا انا ما لقيتهاش. لا اسمح لي شوف لي سي رئيس بلاتي اشتكم كلكم ما يتبدلوا ديروا الاستقاله ديالكم هذا النهار. صبران بشويه، اصبروا بلاتي تسناو دكتور، تسناو 2026 ما كاين. شوف دابا بالله عليك، غادي نجيو حنا في ديسمبر وغادي ناخذوا 10 ديال المليون ديال الناس، وغادي نقولوا 8 ديال المليون للناس الله يهنيكم، وما تسمع لا والو ولا صداع لا واحد في الزنقه لا تكلم لا والو. انا على الشيطان. المهم انا على الشيطان. اسيدي الغاميد اليوم سيد رئيس داكو. شكرا. انا المهم مختلف يعني لا شوف والله الا بغيناكم تمشيو معنا حتى 2026 ما تقلقوا زعما. باش ما تقولوش تغول بقاو معنا. بون ها تستاهل منك اسمحوا لي الو